ركان له هدف وهدفه استثنائي جدا. الهدف هو جمع 2000 ريال لتسجيل في ناديه المفضل حتى يتدرب على الحراسة. Whenever you don't give up, dreams come true. So enjoy the experience and let's talk to each other. كويسة، عايزك تركز ما شاء الله عليك، تبقى حارس كويس، تبقى حارس كويس جدا ان شاء الله، تبقى من حراس المنتخب السعودي ان شاء الله. تركز تسمع كلام المدرب تمام، وما شاء الله عليك ممتاز، تروح على الكرة صح، عندك حماس ما شاء الله، الحماس ده خليك من افضل الحراس ان شاء الله. ماشي، مرن اجتهد اتعب وربنا يكرمك ان شاء الله.